هيدي الورشة اسمها طبقات المحيط. بهيدي الورشة جمعت العلوم مع الفن. الأطفال رح يصنعوا جرة فيها طبقات المحيط، عم نتعلم فيها كل طبقة بقلب المحيط من شو بتتكون وشو بقلبها، والأدوات اللي عم نستعملها هي أدوات موجودة بقلب البيت. الأطفال بيرجعوا بيقدروا يعيدوا هيدي الاكسبيرمنت بقلب البيت. اللي حلو إنه كمان الأطفال عم بياخدوا معهم الجرة اللي عم بيستعملوها، عم ياخدوها معهم على البيت. أنا صرت مقدمة 6 ورش عمل، كل ورشة عمل هي لها علاقة بالفن، بالكتابة، بالتصوير وبالفضاء. الأطفال كتير مبسوطين لأنه بعد غياب سنة ونص قدرنا نرجع نجي كلنا ونعمل ورش عمل ونقدم عروض مع بعضنا. الأطفال متشوقين وكتير مبدعين ومبسوطين، بس بدهم حدا يعطيهم الدعم ليقدروا يفجروا كل مواهبهم اللي داخلهم.